Thank you.
ايه من الجود هاك الالهي عجود هاريز واجه عجود ها انا ما عندي الفرق صبي واحد تذك اللي ما اعطانا تريال غنقول واحد الكلمه سير الله يخرج امرك من دار الدنيا على خير امين الله يسرك انت ووليداتك امين الله اللي كيعلم حتى اللي ما عنده تريال يجي يمد لينا على الراميد تفرج بابو هذا بوحدو علاش واحد المرا جاي راكبه في التريم وحده واحد كحل وجاي راكبه من الرباط باغي تنزل في سيدي سليمان لحقت البوقناد اللي عرفاته لحقت القناد اللي عرفاته لحقت السيدي هي عرفاته هذاك الكحل عاجي ساكت ساكت مره ما تهدرش معاه مره خرجت من سيدي حيا دخلت وسط الغابه تلعب على الشغل بغات تسولو قالت واش شري لحقنا سيدي سليمان قال لي من دون بيان دون قالت له سمح لي نسحابك بنادم قال لي اللغه تضحك الهرجه سحب تبارك الله عليك ما هي الربع ما نوضو تقعدو مرحبا علاش قالوا الغيوان بتسليم ولا يقول كلمه ولا الغيوان بتسليم احنا رحنا عبيده الرمح والوجيبه اللي قلناها مالين هاد الفلوس شكون من كان قد لي عطانا قليل ولا كثير نقولوا كلمه آمين. الله يرفع المرض من دارك الليله امين اللي سمعنا وقال امين الله يرحم الوالدين امين قد لي خلص قد لي ما خلص شيء الله يرفع المرض من دارك باذن الله امين بغينا الطبيب ولا الفرماسيين عمرك ما تصارف معنا يا ربي الله يجعل المصرفه ديالنا وديالكم مع ربي امين ارحبي الله يرحم والدينا نقول هاد كلمه لله قول هذا الحبيب احمد الغزوي ايه شرفنا به السي خليل وبحال العلاق يا ولي خاشيم وهاد القبيله راه هو بوانا من اليوم سير الله يكرمك ما حرقوا السوار تمام واحد الكلمة قالوا هرمة يا ولدي قال قد ذهبي لا تهرب تيت صدفو قالوا راه الناس ذهبي تسهلوا الكمال يا ولدي تسهلوا العناية نعم تسهلوا الجود نعم تسهلوا الكرام نعم وتفني حمالة القسم نعم الله يجعل ربي يحفظكم يا ربي نتمنى لكم السلامة آمين الله يحفظكم آمين الله يعلي جهكم آمين رانا صيفطتك الفيديو وهديتك الفيديو وصلنا لك حتى للرباط نعم الله يكرمكم امين الله يسركم امين الله يحفظكم الله يسلمكم والوالده والوالد والاخوان والعائله الله يحفظ الجميع ما هي الرمه الله يجعل كل من احترم كل من درج الخير ما هي الرمه
الاستعمار ديال الاخوان كاملين. امين. الله يطال رجعكم. امين. الله يطلع جهد. آمين. الله يطلع السمعة ديالك. آمين. حز بيا الرمز. نعم. احنا رحنا عبيدات الرمز. نعم. احنا عاد القبيلة كاملة. نعم. صراحة نيش أنا. الله يجعل كل من حضر هنا بهذه رجال البلاد يدعي لهذا الحاج خالد بالرمز. يا آمين. وهاد الضياف اللي عندنا جاو عندنا من الغرب ولاد الغزوي. نعم. الله يجعل القدوم ديالهم يكون بالخير على القبيلة. يا آمين. طلبوا السلامة للجميع. آمين. الله يحفظ الجميع. آمين آمين. وعافينو مع عبيدة ها الله هادي من عدمن مع الجواد الجواد موالين السيوف الثقيلة نعم هما لو قال ما يجوز وها رسول صوته طويلة حيت قالوا يا الواعي